السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں مدینہ سے مخاطب ہوں. آج جمعہ کا دن ہے, 20 مارچ 2015. کہ آپ دیکھ رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں. خوبصورت منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نماز کو اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے, تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور کرے. آمین ثم آمین. اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس والسلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق العليم القادر الواسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الذي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع اليقين الودود المجيد البارئ الشهيد الحق البقير القوي المتين الولي الحميد المخزي المرضي المعيد المقي المميت الحي القيوم الواحد المعادل الواحد الاحد والصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الحميد المانع الدار النافع النور البديع الباقي الحارس الرشيد والشبور صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. پھر ملیں گے ہم آپ سے. ابھی میں 4 دن اور ہوں مدینہ میں, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تھوڑی تھوڑی دیر سے ملاقات کرتے رہیں گے.